السلام عليكم. قلت الزعيمة السوداء، الحمد لله رجعت اليوم. الحسن الحالة ديالها كتحسن، هي رجعت كتشرب حليب الزيتونة، حليب بارد هو صالح للسم. هادشي اللي قالوا لي الحمد لله بخير، دابا الحمد لله نقدر نقولوا عشت. قلب حليب باقي ما كتعرفي تاكلو، ولكن الحليب كتشربو. شوف كيفاش باقا عاملة، باقي كتقي. الحمد لله ديك الزيت اللي عملنا لها طلع مزيان وردات واعتقناها الحمد لله. كنشكرو الصديقات والاصدقاء اللي سردوا لنا المقترحات ديالهم، كيدي وصفوا لنا شي دوايات هما مزيانين، تقصيت عليهم قالوا لي مزيانين بحال هذاك الكربون، وكاين بزاف ديال الحاجات. المهم اهم حاجه انها الحمد لله عاشت، عطينا الزيت ردات وغابت البارح نهار كامل ما كانتش هنايا، اليوم رجعتها باقي فما شتي شنو كيخرج منه. الحمد لله اهم حاجه انها عاشت وليداتها في امان. البارح اخوتي شريت لهم بيبيرون شتيتو، ولا كنرطعهم فيها زولت لهم نبره، دابا كيرطعو مزيان بيبيرون. وتنسوه ما تيقتي نجيبهم اليوم، واخا جبرتي ما نجيبهم لا شي دابا، لان اثر التسم ما عرفناش علميا واش يقدروا تاهم يتسموا، لان باقا مسمومه. نتمنى حتى يجوا الاثر السم وتبرى ان شاء الله في الشكل النهائي، عاد نهبطو ملا نفكرتنا وديك الساعه نصوركم عاود. والحمد لله انها عاشت، اهم حاجه البارح تخلعنا حتى ما ظهرتش نهار كامل، اليوم اصبحت هنايا هذا الصباح اللهم لك الحمد. الحليب دابا بعدا قيست منه شويش، بمعنى ان ان شاء الله تقدرت عما قريب تقدر ان شاء الله تبقى تاكل. طلب الله هادشي اللي كاين اخوت، وتبارك الله عليكم. ها هو التيم بويس اغرادابلي جاو اليوم، غادي كنقولوا صباح مزيان، الشتيوه خفيفه معقيله، اللهم لك الحمد. شكرا وتبارك الله عليكم.